زي ما حضراتكم شايفين دودة بدأت تضرب ورق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل المتابعين قناة صلاح أبو حسين الزراعية. النهاردة احنا بنرش بوروكليم علشان خاطر الدودة. زي ما حضراتكم شايفين دودة بدأت تضرب ورق البامية زي ما حضراتكم شايفين كده، فاحنا بنرش لها بوروكليم بالمادة الفعالة أبكاميتين بنزوت. ده مبيد ممتاز وبيجيب نتيجة في الدودة. اليومين دول دودة البامية ودودة الذرة الشامية بانتشار زي ما حضراتكم شايفين كده التخريم في الورق، فلازم تبدأ ترش علشان الدودة ما تأثرش في البامية. بروكليم زي ما حضراتكم شايفين اهو، بروكليم المادة الفعالة. أبكاميتين بنزوت ده بيستخدم لدودة ورق القطن في الطماطم ودودة ورق القطن في الكرنب والديدان السمار في الطماطم وتوتة في الطماطم. زي ما حضراتكم شايفين ممتاز جدا، بيجيب نتيجة فعالة. ترش بيه البامية، ترش بيه الذرة، ترش بيه صناعات الأنفاق، وده بالأخص الإصابة دي إصابة حشرة صناعات الأنفاق، إن هي بتطرق البويضات على الأوراق ماشي وبتنتج منها الدودة أو بتنتج منها تجاعيد في الأوراق وده. البامية زي ما حضراتكم شايفين لسه طالعة اهي، بإذن الله تاخد عزقة وتتعطش. البامية العطش للبامية مهم جدا علشان ما بالفلاحة كده ما تهكش منك وما تعلاش منك وتبدأ تنور وهي صغيرة.